السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا بسبوسة بالحامض، كتجي زوينة وكتجي نسمة الحامض كتجي فيها غزالة. عندنا بعدا السيرو، عندي كاس تاع الماء، كاس ديال الحامض، غير حامضة وحدة عصرتها، وكاس ما عامرش ديال السكر سنيدة. غادي نديرو في كاسرونة الماء، نحضرو بعدا السيرو الأول عاد ندوزو البسبوسة، لحقاش خاصو يبرد ملي تخرج البسبوسة سخونة من الفران يتسقى بيها. ندوزو في المقادير ديال البسبوسة. عندي كاس ديال الزيت ما عامرش ديال العنبة، كاس ديال السنيدة ما عامرش، عندي قشرة ديال الحامض، الحامضة اللي عصرنا شدنا القشرة ديالها، عندي معلقة كبيرة ديال الكونفيتير ديال المشماش، عندي ثلاثة البيضات، جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة، وعندي جوج خمارات حمرين، وعندي واحد الضانون ديال الفاني، وقبصة ديال الملح. ندوزو لطريقة التحضير. زو طريقة التحضير، ندير ثلاثة البيضات، ما نحتاجو لا طراب لا والو، غير طراب اليدوي صافي، كاس ديال السنيدة، قبيسة ديال الملح، الكركم، غينسجم لينا الزيت السكر مع البيض، غتشكلو عاد نزيدو المقادير الأخرى. نزيدو الزيت شوية بشوية، مسير بيضة غير كتوجد ما كتاخذش الوقت بزاف. ندير دانون، نحضر معكم دابا ديال الحامض، ان شاء الله مره اخرى غنحضر معكم كاين ديال الليمون ديال الشوكولاط وديال الكريمه، ندير معكم ان شاء الله كلشي. نقشر الليمون حامض، البنات دابا طاحت واحد الشتيوه غزاله، الله يرحمنا والله يعطينا على قد النفع. ديرو السميده، محتاجين الصراحه محتاجين الشتا. ديك العصير السيرو اللي صايبناه نخليوه 10 دقائق فوق بوط ونطفيو عليه، خليوش بزاف هو اللي غنسقو بيه بسبوسة. ندير خمارات، انا خديت المول ديالي دهنتو بالزبده ورشيتو بالسميده ودرت الفران يسخن،
غير شويه، كاس الثاني نقول لكم غير بشويه ونشوف حيتاش ما خصهاش تجي بحال شكل الحرشه، كتجي خفيفه شويه. هزت لي جوج كيسان نيشان ديال السميده، القوام ديالها بحال هكا السميده لا تشرب. هذا هو المول ديالي، دهنتو وشيت دهنتو بالزبده وشيتو بالسميده، الناس انا غادي ندير دابا في الفران طيب ورجع معاكم. البنات هي طابت، نسقيها دابا بداك السير اللي صايبت بارد. كلشي غزال الصراحة، البنات رشي لنا غير الكوك دابا مسقية، كتجي بنسمة الكوك غزالة. وأصلا البسبوسة معروفة كترش غير بالكوك، واخا ديرها الكريمة كترش بالكوك. بنات هي البسبوسه ديالنا قطعتها معكم سخونه، شكيشه تبارك الله، غير جربوها ما غتندموش عليها فاش فشا، جربوها ما غاديش تندموا عليها. كنتمنى من الله تعجبكم، ما تنساونيش بالاشتراك واللي كي اول مره كيشوف القناه ديالي قناه ام فردوس وابتهال يشجعني، وكل المزيد ان شاء الله مازال ما نعطي.